ينضم إلينا من بيروت علي محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربية والخبير في الشؤون الآسيوية. أهلا بك وصباح الخير أستاذ محمود على شاشة القاهرة الإخبارية. هناك أمال تتطلع إلى زيارة بلينكين إلى بكين، إلى أي مدى يمكن أن تؤول إليه الأمور في هذه الزيارة؟ يمكن أن تعمل على تحسين العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة، أم أنها ستكون مجرد فقط زيارة دبلوماسية؟ أنا برأيي أن مثل هذه الزيارة تأتي في إطار تخفيف التصعيد وليس حل الأزمة، وذلك أن هذه الزيارة هي مجرد محاولة لنزع فتيل التوتر الذي تصاعد بشكل كبير خلال الفترة الماضية. يعني شهدنا خلال الفترة الماضية وصول القوات الصينية والقوات الأمريكية إلى شبه تصادم في بعض الحالات، منها طائرات أو سفن، وهذا مضر جدا بالاقتصاد العالمي ومضر جدا بالعلاقات بين الدولتين العظميين. وعليه فإن مثل هذه الزيارة ستأتي، وحتى الجانب الصيني قال أن هذه الزيارة لا يتوقع منها الكثير، كذلك الجانب الأمريكي كان له نفس الرأي. الموضوع فقط هو تخفيف التوتر ومحاولة ضبط عملية الصراع بين البلدين وعدم التوجه إلى مواجهة مباشرة أو أي نوع من الحرب المباشرة. لا أعتقد أن هذه الزيارة ستكون أكثر من هذا التوجه، ولا أعتقد أنها ستحمل أي نوع من الانفراجات الكبيرة على مستوى العلاقة الصينية الأمريكية. ربما ما تقوله أستاذ محمود يتفق مع تصريح بلينكين والذي قال فيه بأن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان عدم انحراف المنافسة إلى مواجهة أو صراع. ربما تدرك الولايات المتحدة حجم الخلافات وأنها لا ترغب في التحول من منافسة إلى صراع. هذا صحيح، والصينيين يدركون أيضا أن هناك نوع من التنافس الكبير جدا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التجارة العالمية، وهناك محاولات صينية للوصول إلى صدارة الاقتصاد العالمي، وكذلك نشهد إنشاء نظام عالمي جديد تكون فيه السياسة العالمية متعددة الأقطاب وليس سياسة القطب الواحد. هذا الموضوع لا يناسب الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول كبح الاقتصاد الصيني من خلال ليس المواجهة الاقتصادية المباشرة، ذلك أنها تعلم أن القدرة الصينية الاقتصادية كبيرة جدا، ولكن من خلال محاولة تعطيل الصين ومحاصرتها من خلال الدول المحيطة بها، من خلال موضوع تايوان، من خلال الضغط في موضوع حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع، كذلك موضوع شينجيانغ. هذه المواضيع تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية لكبح الاقتصاد الصيني ومحاولة خلق عثرات، وكذلك في الناحية الاقتصادية تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال أوراق مثل الهجمات الإلكترونية الصينية وموضوع مثلا هواوي والاختراق التقني والتجسس وغيرها من المواضيع، فقط لحرف الأنظار عن الهدف الأساسي من هذه الضغوطات وهو الجانب الاقتصادي. وعليه فإن كلام وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير من سياستها، ولكن ستحاول ضبط هذه السياسة. نعم، لكن ما هي سبل إحداث انفراجة ما بين هذه الخلافات المتعددة، ليس فقط على المستوى السياسي في بعض القضايا الهامة، وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي ما بين الطرفين؟ كل طرف يقول أنه لا يمكن الاستغناء عن الطرف الآخر، لكننا لدينا خلافات جوهرية في بعض القضايا، فما الحل برأيك؟ صحيح كلامك، والفكرة في الموضوع أن الجانب الصيني مثلا يقول أنه مستعد للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة ضبط التنافس، وكلنا نعلم أنه في حال وجود تنافس بين شركتين يكون هناك نوع من الحدية والندية، وكيف إذا كان دولتين بحجم الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتنافسان على بعض الأسواق بشكل مباشر وعلى أسواق أخرى بشكل غير مباشر. وعليه فإن التنافس بين البلدين سيظل مستمرا. المطلوب الآن هو إبقاء هذا التنافس في الجانب الاقتصادي ومحاولة ضبط هذا الموضوع كي لا يتطور إلى
نوع من الصراع المباشر بين الدولتين الذي لن تضر الولايات المتحدة الأمريكية والصين فقط، بل هي ستضر الاقتصاد العالمي وحتى السياسة العالمية ككل. المطلوب حاليا هي ضبط الصراعات وتخفيف التوترات ومحاولة شرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها، ولكن الصينيين يعلمون أيضا في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغير هذه السياسة، بل هي ستحاول كما قلنا ضبطها ومحاولة عدم التصعيد وعدم التوجه. المطلوب نعم الآن من الولايات المتحدة الأمريكية عدم القيام بخطوات استفزازية جديدة، وخاصة في موضوع تايوان الذي أصبح أولوية قصوى لدى الصينيين، والصينيين مستعدون للذهاب بعيدا في الدفاع عن مصالحهم المباشرة والدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضيهم. أستاذ محمود، إذا كان كل طرف منهما يتمسك بمطالبه وبرؤيته في مسار العلاقات بينهما، فمن الوسيط الذي يمكن التوصل أو الوصول بينهما إلى منطقة وسط؟ أعتقد أن المنطقة الوسطية في الموضوع هو ليس حل الخلافات، ولكن التعاون في بعض الملفات وتخفيف التوترات في ملفات أخرى. مثلا هناك بعض الملفات المشتركة كموضوع كوريا الشمالية ومواضيع مرتبطة بالاقتصاد العالمي وحماية سلاسل الإمدادات. كذلك هناك بعض المواضيع الخلافية التي ليست هي خلافية بشكل مباشر بين الصين والولايات المتحدة، بل بين الصين ودول أخرى أو الصين وداخل أراضيها. عليه المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتدخل في شؤون الصين الداخلية، وأن لا تتدخل في علاقات بين الصين في العلاقات بين الصين والدول الأخرى. هذا هو العمل الأساسي للوصول إلى منطقة وسطية تحمي الصين وتحمي الولايات المتحدة الأمريكية وتحمي هذه العلاقة التجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا للحفاظ على استقراره والحفاظ على ثبات وصول الإمدادات التجارية إلى كل العالم. نعم، وهذه العلاقات ربما المتوترة كما تقول أستاذ محمود أنها تؤثر على الوضع العالمي، ليس فقط بينهما، هما أكبر اقتصادات العالم ولديهم علاقات كبيرة جدا. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت علي محمود ريا، مدير موقع صين بعيون عربية والخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك.